شو بعرفني؟ حط الله مصاري باسمها بالبنك. قبل ما يروح ترك له دفتر شيكات وفاطمه شقته وزتته. ان شاء الله ما تروح تبعزقنا المصاري هون وهون. ما بتعرفي والله شو لسه بده يصير فينا. يلا تعي عادي هون. عادي خلينا نحكي على رواق. يا ترى فاطمه إلها رفيقه او حدا بتعرفه هون ممكن انه تلجأ له بهيك ظروف؟ فاطمه ما إلها رفقات هون. ما في غير مصطفى. ايه ما في غيره؟ مو معقول تكون راحت لعند مصطفى. من وقت اللي اجينا ما طلعت لحالها، ما بتعرف حدا تروح له. شوفوا مين اجا، كان ناقصنا. فهمي ما في منه. ان شاء الله هالبنت كمان تكون مثله. تتعرفي عليها وبتتسلي معها. فاطمة إلها رفيقة باسطنبول. مين؟ الصبية رفيقته لفهمي. آه مزبوط. أهلين فهمي. صباح الخير. صباح الخير. تعرفوا ما فيني فوت، إجيت لأعطيكم هدول وأمشي. فهمي المعلم وزع الأكل علينا كلنا، بيته وبيتكم وبيتنا. كتر خيره وبيتشكركم كتير وقال تاكلوهم بالهنا. لمعي خد منه فوتهم، فوت لجوا فهمي. لا والله ما بحسن، اليوم أمي فيقتني بكير لهيك حاسس حالي لساتني نعسان، حاسس مهدود حالي، بدي روح نام. امبارحة شربنا كتير وسهرنا. ما تذكرني فهمي. فهمي فوت لجوا بدي احكي معك شوي. تعا معي. طيب. كريم لساته نايم؟ فاق بكير، فاطمة مرته هربت. شو؟ مو هيك القصة، فوت هلا بحكي لك. تفضل فوت. كيف تعرفتي على كريم؟ أنا ما كنت بعرفه. شو قصدك بهالحكي؟ كان في حدا غيره بحياتك؟ بتحبي غيره؟ كنا مخطوبين. بالله؟ ايه؟ شو صار؟ ليش افترقتي انت وخطيبك؟ نزعوا لنا كل شيء. طلع وحكي عليكي؟ شكلك عانيتي كتير. خلص لا تبكي، انت منيحة؟ ايه انا منيحة، اطمئني. ايه وشو صار بعدين؟ افترقتوا لانه حدا خرب بيناتكم؟ جبروكي لتتزوجي كريم؟ جبروني اتزوجه. قلتي لي جبروكي؟ ما سمحوا لي احكي حتى، حاولت انتحر كمان ما سمحوا لي. طيب كريم ما كان بيعرف انك ما بتحبيه وانك مخطوبه لحدا غيره؟ كان بيعرف اني انا ما بحبه. طيب مصطفى كيف قبل انه تفترقوا؟ شو عرفك باسمه؟ انت قلتي لي اسمه من شوي. قلت اسمه؟ ماني متذكره شيء. ايه كيف قبل؟ سمع لكلام العالم وما سمح لي احكي، ومو بس هيك حرق ماضينا مع بعض كمان، حرق قلبي، حرقني. اه قصدك بتقطع القلب. الو سلمى، انا فهمي. لا تجيبي له سيرة. نعم فهمي. آسف على الإزعاج بس بدي أسألك سؤال. حاول تفهم منا شيء. فهمي قلت لك لا ترجع تتصل فيني، عم تحطني بموقف محرج قدام خالتي. هلا شو بدي إلا مين اتصل فيني؟ أنا ما اتصلت مشان علاقتنا، اتصلت أسأل عن فاطمة. ليش شو بها فاطمة؟
فاطمة اتصلت فيك اليوم أو امبارح؟ فهمي رجاءً لا تفوت حدا بيناتنا، اللي بتفكر فيه مستحيل يصير. أهلي ما رح يقبلوا أتزوجك، رح يزوجوني لحدا تاني. إيه فهمنا، جاوبيني بالأول، فاطمة اتصلت فيكي ولا ما اتصلت؟ قولي لشوف. اتصلت من يومين، بعرف أنت خليتها تتصل. وما اتصلت مرة تانية؟ قلتلك ما اتصلت. لشو هالسؤال؟ فاطمة تركت البيت وراحت بدون ما تخبر أي حدا. كلهم قلقانين عليها، وعم نسأل كل اللي بتعرفهم. قلنا بجوز إجت لعندك أو اتصلت فيكي. لا ما شفتها ولا اتصلت فيني. أي طيب، إذا اتصلت أو سمعتي عنها أي شي خبرينا فورا، لا تفكري إنه هي حجة لأحكي معك. عن جد فاطمة هربت، ليك وأخوها عم بيبكي وكلهم زعلانين عليها. يا الله. طيب إذا عرفت شي بخبرك على هالرقم. ماشي، وإذا بدك على رقمي. وإذا صار معك شي خبرني. تمام، طمني إذا صار معنا أي شي فورا رح خبرك. ماشي، مع السلامة. الله معك، مع السلامة. أنا ما قلت لكم ما بتتصل فيها، ما شافوا بعضهم غير مرة واحدة. المهم إنه نعرف وينها هلا. ما رح نلاقيها، أختي ضاعت، بجوز عملت شي بحالة. أهلك قلقانين، وقال لي أخوك عم يبكي. كيف خطر على بالهم يدقولي؟ لأنه أنا ما بعرف أي حدا غيرك هون باسطنبول، ما بعرف حدا. طيب وخطيبك؟ اتصلتي فيه؟ حكيتي له؟ خطيبي ما بده يشوفني. لهالدرجة كرهانك؟ وأنا كمان ما فيني، لأنه أنا صرت متزوجة. خلص أختي ضاعت، ما رح نلاقيها، ضاعت فاطمة، ضاعت. لمعي الله يخليك، مانا ناقصينك، مانا ضايعة، بس عم تعمل هيك لتجاكرني. ما بتلاقيها إلا رجعت روق. إن شاء الله. طمن، مثل ما قلتوا خناقة عادية، ما كريم بيلاقيها وبيتصالحوا وبيرجعوا سوا. ما رح تزبط علاقتهم مستحيل، ولو شو ما صار، بس لو تشوف شو عملوا ببعضهم مبارح، فرجوا أمة لا إله إلا الله علينا. أنا لاحظت هالشي، ما كانوا مبسوطين مبارح. سوسة هالبنت سوسة، ابصر لوين بتكون راحت وشو عم تعمل هلا، ولا على بالها. وين بتكون ميسر؟ لوين؟ رايحة شم هوا. يلا اسمحوا لي أنا كمان رايح، وأي شي بدكن يا دقولي فورا. ليك فهمي، لا تجيب سيرة باللي صار لحدا، هلا بترجع لحالة، لهيك ما في داعي يدروا العالم. ايه طبعا. يلا بخاطركن، مع السلامة. الله معك. شوفي شو بدك مني، ليش عم تتصل فيني؟ شبك معصب كريم، اتصلت لحتى عايد عليك. امتى بدي اخلص منكم انا؟ ليك اذا بتتصل مره تانية لا تلوم غير حالك. كريم شو صار؟ اذا مخبي علينا شي قول لحتى نقدر نساعدك. ما في شي احكي لك يا. اسمعوا لك، سافر وما سافرت، وهلا البنت هربانه، قلنا لحالنا خلصت القصه، شو بدكم تعملوا فينا اكثر؟ حتكون 60 جندم. عن جد واحد واطي. ما رضي يحكي معها، الموضوع تطور. معناتها مو مثل ما كنا مفكرين انه القصة انتهت. قلتولنا انه البنت مبسوطة معه، وانه كريم سعيد كتير بعد ما تجوزوا. اختي بجوز البنت تكون قالت له انها رح تحكي على كل شي صار معها، لهيك كريم ما رح يدور عليها. ايه تفسير منطقي كتير، البنت هي عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي لحظة. يا الله نسيت شاحن موبايلي، ما جبته. شاحن موبايل سليم ما بيزبط؟ أكيد رح تلاقي واحد بالبيت. لا شوف، خليني فوت الدواج، تعباني كتير. قولي إنك مشتاقة لسليم ورايحة لعنده. آها، شوفوا مين عم يحكي، مفكرة إنه أنا ما بعرف شي؟ آه؟ ليلة مبارح طول الليل لزقاني بعثمان. كنا عم نحكي وبس. إيه
عم تحكوا شفايفكم قراب من بعض، ما بينفع تحكوا الا وانتوا لازقين ببعض؟ منشان نسمع بعضنا منيح، كان في ضوج كتير مبارح. ايه صدقتك طبعا. كريم ما عاد سمع لحدا، وهذا مؤشر كتير سيء. ما تستبعدوا يكون عم يخطط ليتهمكن انتو وينفذ هو بريشه من كل القصة. انا لازم روح شوف شو بده هالواطي. كريم خود معك شوفيرك لتكون مقنع اكتر. ايه لا تنسى تاخده معك كمان. شو يعني لو البنت راحت قابلت مصطفى؟ وقتها رح يقضي علينا. عثمان لازم تقلعه من عندك. لا بالعكس، خلي قدام عيوننا هلأ لنشوف شو بده يصير. على القليلة إذا البنت اتصلت بتعرف. وشو لو كانت متصلة فيه من زمان؟ لو متصلة ما كنت قاعد قدامنا هون هلأ. ها اسأل منير بيعرف منيح. يا الله على هالورطة اللي ورطتونا فيها. لك ما حلنا نخلص من هالمشكلة بقى. عثمان اسمع مني، اتصل بمصطفى. يسلموا. معوضين. العفو. ان شاء الله دايما ابني. صحتين وهنا. صرت صارف علينا كتير هون، بكفي مصاريف بقى، ضب ايدك شوي. ايه ماما رجعنا لنفس الحكي. وشو هي صورتها للبنت؟ اي بنت ماما؟ هات خليني شوفها، هداك اليوم شفتها من بعيد وما تأكدت من ملامحها منيح. ايه خلص زاهدة لا تحرجي الصبي. وليش لا احرجه؟ شو هالحكي؟ بالعكس مفروض ينبسط. بس هو مو حابب يحكي عنها، ما صار له زمان بيعرفها، خليه يعرفها منيح، بعدين بنحكي. حتى أنت يا بابا قلت لكم ما في شيء بيناتنا. وليش لحتى ما يكون في شيء؟ أنت شاب ومن حقك تحب وتنحب. بس ما في شيء من هاد، هذيك البنت مجرد صديقة وبس. خلص فهمنا، لا تحكي إذا مانك حابب. إيه. نعم عثمان بك. إيه مصطفى صباح الخير. وينك هلا؟ أنا بالمطعم يا بك، أمرني. آسف عم بدي اقول لك من الصبح، خاصة انه مبارح كان ليلة راس السنة، بس انا محتاجك ضروري، فيك تجي لعندي هلا؟ اكيد يا بيك، لوين اجي؟ هلا انا قاعد ببيت عمي، صاير بجنب بيتي تماما. ايه بعرفه، بعرفه للبيت. حلو كتير، يلا ناطرك، تعب بسرعة. رح يجي فورا. رح يجي، ماله دريان بشي. شغل شغل حتى بيوم العطلة. هيك شغلي امي. قوموا خلوني وصلكن على الاوتيل، لانه لازم روح غير اواعيي. روح على شغلك يا ابني، ليك الاوتيل فشختين من هون. طيب امي شوفكن المساء. الله يوفقك يا ابني. الله معك يا عمري، سوق على مهلك. ولا يهمك، اطمن. صباح الخير يا خانو. صباح الخير. سليم مو هون؟ مع ابوه بالمكتب. من هلا؟ ايه ست بيسان ومنير بيك والسيد عثمان. كل العيله مجتمعه. ايه طيب بتعرفي لي مكان الشاحن القديم تبع سليم وين حاطه؟ لا بس اذا بدك دور لك عليه. لو سمحتي شاحن الست بيسان بيزبط. شكرا لك. العفو. لديك ثلاث رسائل صوتية. مرام تعالي. شو عم تعملي عندك؟ سليم حبيبي شفتني وانت سالم ما صح. مرام عم تتسمعي على رسائله؟ امبارح المسا كان موبايله مسكر، قلت له شوف مين بعت له رسائل ليعيده. انت خطيرة، إذا من هلا هيك عم تعملي بكره بس تتزوج شو رح تساوي؟ لا تخافي ما في شيء، كلهم عم يعيدوا بالسنة الجديدة. سنة سعيدة سليم. أنا أنجي. الرسالة الثالثة. سليم أول ما تصحى دق لي، فاطمة هربت. سليم أول ما تصحى دق لي، فاطمة هربت.
في مناشف نظيفة عندك والمي سخنة بالحمام. خدي راحتك، اعتبري البيت بيتك. شكرا كتير. قليل ليزورني حدا، قصدي يزورنا. أنا جهزت لك غرفتي بتنامي فيها، وأنا بنام بغرفة خالتي. من دبر راسنا لترجع؟ أنا بنام بالصالون. أنا ولا يهمك، ما صار شي. كتير عجبتني هاي ماتروشكا. رفيقي جاب لي إياها لما كان برات البلد. حلوة كتير. خليني فرجيك على اوضتك، تعي. فوتي، اتركي من ايديك وتسطحي شوي، مبين عليكي تعبانه. خدي راحتك. شكرا كثير سلمى، انا اسفه. بعرف انه لبكتك معي، بس انا يا ريت فيني اعمل اكثر من هيك. يلا ارتاحي لك شوي. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. فاطمة هربت؟ خالو منير، ليش خبرت سليم هالخبرية؟ مرام مين سمح لك تدوري بتليفوني؟ بدي أعرف شو صاير هون، أنا بدي أعرف أنتو ليش عم تهتموا بهالبنت كل هالاهتمام؟ كريم دق له لمنير مشان يساعده، لهيك منير دق لسليم ليشوفوا شلون فينون يساعدوا. كريم اتصل فيني، قال هو وفاطمة خانة وقامت هربت. وليش دق لك انت؟ عم يسألنا بس إذا بنعرف حدا بالشرطة هون. مزبوط؟ رايحة أقول لهم يجهزوا الفطور. يلا تفضل. بدل ما تفتشي بموبايلي كنت تعي لهون وعدي معنا، كنت عرفتي عن شو كنا عم نحكي. عجلة معي بقى، فحم قلبي منك والله. حاسة حالي قاعدة بتعزاية. لا تفولي على أختي. نفخت لي قلبي. ابصر وين بتكون هلا عم بتدور ونحن هون آكلين هوا. بكفي يا مرة، بكفي. ما بكفي اللي عملتي؟ ليش حكي؟ لو عملتيها منيح ما كان صار هالشي. لو ملاية مين يطبطب عليها ما كان تركت البيت وطفشت منه. لك حلي عنيتي تعالي. عادي، ما كان فيك تسكري تمك وتعدي مثل الخلق؟ تركيني ماني ناقصتك هلا. شو انت ما بتحسي ابدا؟ انت وحده بلا اي ضمير. ست مريم، مو انا اللي اغتصبتها للبنت؟ خليني ساكتة احسن. مظبوط، لهيك تربطوا ايدي واجري وخرست وسكتت على عمايلك وما حكيت شي، لأنه يلي صار بيعنيني إلي كمان. منيح اللي بتعرفي حالك. أنا ما قدرت ساعدها لفاطمة، ما قدرت أحميها وأمنع عنا أي شي من اللي صار معها. تعرفي ليش ما قدرت؟ لحتى هذا الرجال يلي جوا ما يزعل مني. أنا سكتت على عمايلك مشان فاطمة وأخوها المسكين. كل هذا وعم تقولي إنك ساكتة؟ كيف إذا حكيتي لك؟ اسمعيني منيح يا مرة، إذا صار لفاطمة شي أو ساوت شي بحالة ما رح أسكت لك أبداً. إيه لا تسكتي له لابنك، هو سبب شنطتنا كلها. بدل ما تشكريني عم تخانقيني؟ بتعرفي وين كان ممكن يكون ابنك هلا؟ يا مقبور يا محبوس عيني. إجا كريم، إجا كريم. شو صار؟ سألت عنا بالكراج؟ ما صار شي. سألت ببول مانات ازمير؟ اذا مو هونيك لوين بتكون راحت يعني؟ شفت كل الاسماء ما لقيت اسمها بيناتهم. بلكي تكون راحت لهونيك بالطيارة. ليش معها مصاري لتطلع بالطيارة؟ اتصلنا برفقته لفهمي، قالت كمان ما بتعرف شي. البنت ما كانت ترد على فهمي، لهيك اتصلت فيها فاطمة قبل هالمرة، لهيك رقمها لساته بقيان معنا. إلنا لحالنا فاطمة ما بتعرف حدا باسطنبول غير هالبنت، لهيك اتصلنا فيها. شو بيعرفنا؟ يمكن تكون عندها بس هي ما بدها تقول. حكيك مزبوط، بيكونوا متفقين على هالشي. خلينا نتصل فيها. أنا سجلت رقمها هون، إليك وآخر رقم هون. أنت لا تتصلي، قصدي خلي لمعي يحكي. Mm-hmm.
سامحوني، هذا أخي. سهرانة طول الليل؟ شش، فوت. مين عندك؟ تعا أخي سامي، فوت. خليني أعرفك على رفيقتي فاطمة. فاطمة، هذا أخي سامي. أهلا وسهلا. فاطمة رح تقعد عنا كم يوم لبين ما ترجع خالتي. رح أقضي في كم يوم عنكن هون. أهلين فيكي. فاطمة نفس رقم الصبح، أكيد أهلك. لا تردي. بس هيك رح يشكوا فينا. ألو؟ ألو؟ ست سلمى؟ إي نعم. أنا لمعي. أنا لمعي. أنا أخوها لفاطمة. أخوك. ألو؟ تفضل. يا ترى فاطمة عندك؟ بترجاكي تصارحيني. قلتلكن مو عندي. مشان الله قوليلي، كثير خايف عليها. بالي عندها، هي اختي الوحيدة، مالي غيرها بالدنيا. انا كتير خايف عليها، بترجاكي احكي الصدق. قلتلكن ما اجت لهون، ما شفتها. بترجاكي ست سلمى احكي الحقيقة، يعني وين بدها تروح؟ هي ما بتعرف حدا غيرك انتي. لا تبكي اخي لمعي، حكيت لك الحقيقة. بترجاكي مشان الله احكي الحقيقة. الو. الو لمعي. اختي فاطمة. فاطمة اختي، وينك يا عمري؟ مشان تصدقوني. الحمد لله الحمد لله. لا تبكي لمعي، انا منيحة، لا تبكي. عم ابكي. رجعي على البيت حبيبتي، بترجاكي رجعي. ما فيني لمعي، ما فيني ارجع. انت بتعرف هنيك بحس حالي مخنوقة، ما عاد اتحمل. ما فيني كمل حياتي هيك، انا ما بقدر موت. لا تحكي هيك، لا تقولي هيك، لا تحرقي لي قلبي حبيبتي. وأنا كمان زعلان ومقهور عليكي. ما فيني لمحي، ما فيني أعيش بهذاك البيت. فاطمة وينك؟ قليلي نقليني العنوان خليني أجي أخذك. فاطمة لحظة. ألو. لا تبكي حبيبتي، منيح سمعتي صوتك لأخوكي، بيطمن عليكي. لك حاجة تبكي؟ سكتي، بزعل منك. قومي غسلي وشك وصحصحي، يلا قومي. شبهها. شو دخلك انت؟ هربان من البيت؟ ليك سامي، ما دخلك فيها. ليش بقى البنت حلوة؟ اصحك تقرب منه، اصحك بعد عنا احسن لك. مستحيل. بنصحك لا تعصبني. انت شو دخلك فيها؟ ما رح تقرب منه. شو انت محامي عنا؟ لو ما بدها ما كانت اجت لهون. خلصنا بقى. هاي رح اعتبرها هدية راس السنة الجديدة. أصلاً ما أنا مطولة هون، كم يوم بتروح؟ بكفو زيادة. شو أنت ما بتفهم بالحكي؟ أنا آسفة كتير وورطتك معي بهالقصة. لا تحكي هالحكي، البيت بيتك. بس أنا إجيت لعنكن لأنه ما بعرف غيركن هون، لو بعرف حدا كنت رحت لعنده. ايه لا تزعلي، كل مشكلة ولا حل، لا تخافي. روح ارتاحي بقوتك فاطمة، سطحي، مبين عليكي تعبانة، يبدو مبارح ما نمتي. روحي. مشان تصدقوني قدرت تقنع على سلمى تضل عندها ونحن هون اكلين همها. خلص حاجتك بقى. شفت؟ سمعنا صوتها وهي بخير أخي،
حميد ربك انه طمنا عليها وصرت بتعرف هلا وين هي وعند مين قاعده، ما هيك؟ يلا حاجة تبكي اهدى شوي. كريم امي خلينا نجيبها لفاطمه، ما لازم نتركها هنيك. يا لمي نحن ما بنعرف بيتها لسلمى. بلكي فهمي بيعرف. فهمي ما بيعرف عنوانها ولا ما كنا احترنا؟ لوين عيني؟ لعند فهمي. انا جاي معك. دعولنا دعولنا. إذا بتريد تفضل. مرحبا. يا أهلي أنا شوفيره لعثمان رشدان وهو طلب يشوفه. استنى لخبره رجاء. شكرا. ليش ما بتسمعوا الكلمة؟ كم مرة قلت لكم ان تقاطعوا لكريم وما تتعاطوا معه؟ فهمنا انه رفيقكم من زمان، بس كمان المفروض بعد الشيء اللي عمله ما لازم تطلعوا بوشه او تحاكوه، ولسه انتوا عم تمدوا له ايدكم كمان. هالزلمة ما بيستحق انه حدا يساعده ابدا. شلون ما بدكم تستوعبوا هذا الشيء اللي انا ما عم بفهمه؟ بلشنا بهادن من اول السنة، هي اكلناها مع الفطور، ها شبعنا. منير بتقدم له كل شيء بيحتاجه، بس لازم تكون هي اخر مره بنساعده فيها، ها؟ خلي هالزلمه يحل عنا بقى. كل ما صارت معه مشكله بيتصل، شو نحن ما ورانا غير مشاكله وبس؟ شو ما بيكفي هديك المره ورطنا مشكلته؟ فوتنا بمتاهه الى اول ما لاخر معه. سيد عثمان وصل الشوفير عم يستناك برا. خليه يستنى، جاي لعنده. بترجاكي ما تؤاخذيني، بدي افهم شو القصة. ما في قصة اصلا لتفهميها، سوء تفاهم بسيط وقدرنا نوضح كل شيء لمرام. انتو ما لازم تسمحوا له انه يستغل طيبتكم، انتو عاطينه وش لهيك عم يتمدمد. حتى انت منير بكفي اللي قدمت له اياه لهلا، المفروض تقله لا يتصل لهون مرة ثانية. خلاص بكفي لهون وبس، ما بدنا وجع راس. معك حق صهر، بس شو بيعرفني انه كان رح يصير كل هالشيء هذا؟ مع انه مرام راحت برجليها لهنيك وسمعت كل القصة من كريم، بس شكلها ما اقتنعت بالحكي اللي قاله. انت رحتي شفتي لكريم؟ سليم ما كان قصدي، ما بعرف شلون طلعت من دمي. استنى شوي خال. مرام وين شفتي لكريم وشو حكيتي انت وياه؟ بعدين بحكي لك كل شيء. هلا لازم نحكي كل شيء. سليم بكفي. ايه رحت وكان بدي احكي مع فاطمة، ما كنت رح اطمن الا اذا سمعت منها. انا ما عم صدق هالشيء. ارجع عود مكانك. ما وثقتي فيني الا بعد ما شفتيها للبنت، رحتي لعندها وسالتيها. خالي بيعرفوا انا مالي علم بالموضوع؟ لا يا خالو ما هيك، انا دريت بالصدفه. كيف قبلتي نرتبط اذا مالك ثقه فيني؟ سليم انت بتعرفي شو عملتي فيني قدامهم؟ ها؟ ليش حطيتيني بهيك موقف سخيف؟ انا اسفه بس بترجاك تسمعني. ما بدك تسمعني؟ ولعت، صار فينا نسمي حلقه اليوم الخلاف بين بابا نويل وكراكوز افندي او القطيعه. هاد موبايلك عم بيرن. سفره دايمه. الو. نعم ست ميسر. لقيناها للمغضوبه. وين لقيتوها؟ ما بنعرف مكانها بالضبط، اللي بنعرفه بس انها قاعده عند وحده اسمها سلمى. ومين هي سلمى؟ ما بعرف، رفيقته لواحد عنا بالحاره، التقت هي وياها مره هون بالبيت عنا. وما حدا بيعرف وين ساكنه هالبنت.
لا تروح تحكي لها على كل شيء. لا ما بظن انها ممكن تحكي قصتها لبنت ما بتعرفها، بس لازم نعمل حسابنا. المهم انا اتصلت لطمنك. كريم راح يسال عنها، واذا عرفوا العنوان راح يجيبوها ويجوا. ماشي، خبريني باي شيء جديد. والله انا عم اقضي المقاضي من ورا هالبنت. كيف بدك تكفيني ما بعرف. شوفي انا ما بعرف شي غير اسمها وما بعرف وين ساكنه. طيب شو كنيتها؟ شو كنيتها؟ كنيتها ما سالت عنها؟ والله ما خطر ببالي اسالها. طيب حاول تتذكر اي شي. ما قالت قدامك شي مره وين ساكنه؟ ما حكيت هيك شي. حاول تعصر ذاكرتك، بلكي بتتذكر شي، اي معلومه ممكن تساعدنا هلا. ما حكيت قدامي عن عنوانها. منبلش من البدايه، وين التقيت فيها اول مره وشو حكيت؟ وممكن تتذكر شي يفيدنا. قلت لك انه تعرفت عليها بمطعم المعلم السرور، وكان مع اخوها وقتها. انا كنت اخذ له سمك وهنيك التقيت فيها. اخوها ترك لحاله بالمطعم وراح، وسلمى ضلت قاعده. يوميتها تعرفنا على بعض هنيك، وبالمره الثانيه انت ومرتك كنتوا موجودين معنا. يعني سمعتوا كل شي حكينا. بس انا معي صوره لإلها لساتني محتفظ فيها، خليني امسحها. لا تمسحها، نستفيد منها. ورقمها كمان، ما عندنا رقم موبايلة، ما فينا نستفيد منه إذا سألنا عنه. ما بيعطونا معلومات عنه. لازم ناخذ الصورة ونروح على المخفر، بلكي بيقدروا يساعدونا ويعرفوا وين ساكنة. بعرف واحد بالمخفر اسمه محمد، وأنا بمون عليه، بروح معكم لعنده. يا ريت والله. إيه، بتروح معنا ومنروح لعنده. امشوا.